يقال ان المرأة نص المجتمع، لكن انا من نهارك سعيد بقول لكم يا جماعة المرأة لا يقل عن 3/4 المجتمع المصري. النهاردة 16/3 او 16 مارس 2012، لو رجعنا لورا مش عارف كام سنة، المهم ان هو 16/3/1919، اليوم ده نزل في مظاهرات عشان عايزين المظاهرات دي قامت بيها المرأة المصرية عشان يخرج الاستعمار من مصر، وكان في شهداء، من ضمن الشهداء السيدة حميدة خليل، يقال ان هي اول شهيدة مصرية. بعد كده السيدة هدى شعراوي طبعا ابتدت مسيرتها لحقوق المرأة. النهارده سنة 2012 مجلس الشعب ما فيهوش غير 3 4 5 ستات او مدامات او انسات. النهارده اليوم المصري للمرأة اللي هو 16/3/1919، غالبا هم بيحتفلوا باليوم ده بناء على الذكرى اللي هو المسيرة أو المظاهرات. النهاردة على فكرة هيبقى فيه وقفة قدام مجلس الشعب للمرأة المصرية عشان يطالبوا في إن هم يبقى ليهم وجهة نظر في الدستور القادم لجمهورية مصر العربية. من خلال ضيفتي النهاردة والحركة اللي هي قامت بيها هنتعرف أكتر على المرأة وعلى حركة بهية يا مصر. الدكتورة إيناس مكاوي، صباح الخير يا فندم. صباح النور. ازيك يا دكتورة؟ ازي حضرتك؟ شرفانا يا فندم. دكتورة أنا بقالي كتير قوي، من زمان قوي، من وأنا صغير وأنا بقول إنه إيه بهية؟ دايما بهية مرتبطة بمصر. بهية في الغنى، يلي لابسة طرحة وجلابية، إشمعنى بهية؟ الموروث الثقافي المصري والتراث الشعبي شال بهية على إنها مصر، حملها لنا كده وجابها لنا على إنها مصر، فمصر بقت بهية. ولو تشوف خيالنا كله، تشوف مثلا مختار تمثال نهضة مصر، نعم، المرأة الفلاحة، هو ده رمز بهية. فمصر في التاريخ امرأة أنثى، نعم. والغريبة إن مصر شالت دولة ذكر، بمعنى إن المرأة الأنثى اللي هي مصر دي شالت ذكورية مفهوم الدولة، فما جسدتش ده على الأرض، أن المرأة في مصر تستحق أن تكون صاحبة مكانة تربط ما بينها وما بين الرمز الأكبر وهو مصر. عظيم. ليه بهية يا مصر؟ ايوه، يا ليه بقى بهية يا مصر؟ ليه بهية يا مصر؟ آه. في لحظات كده تحس فيها انك قلقان. قلقان على مين؟ على بهية جوه مصر. مصر مش هتكون من غير بهية. انت بتقولي لي بعض الاحيان بتبقى قلقان على بهية. لا، انا قلقان على مصر. تبقى قلقان على بهية. حلو. لان المرأة مكون في مصر مواطن. عظيم. والمواطن لا يمكن أن يختزل، لا بنوع ولا بدين ولا بثقافة، إحنا مواطنين. فلن تكون مصر بهية إلا بكل مواطنيها. عظيم. والمرأة جزء مهم، المرأة المسلمة والمرأة المسيحية والفتاة والشابة والمسنة والمرأة العاملة وغير العاملة، المرأة جزء أو هي مكون أساسي بدورها وبالأدوار اللي بتلعبها بالنسبة لمن حولها، فهي متعددة الأدوار بشكل كبير جدا. وتاريخنا كله بيقول إن المرأة المصرية دورها فاعل وهام وحضاري. يعني المرأة المصرية نموذج مشرف للمرأة العربية وللمرأة المسلمة. عظيم. بهية، نرجع تاني للبهية يا مصر. بهية مصر دي بعديها علامة استفهام ولا علامة تعجب ولا ايه؟ كل العلامات، بمعنى برضو بهية مصر، انا بفكرك يا مصر ببهية. عظيم. ده معنى.
ولن تكوني مصر إلا ببهية، مم. ولن تكوني بهية يا مصر إلا بالمرأة داخلك. فإذا إذا كنا كلنا نأمل في مصر البهية، مم. فلا بد أن مصر تكون يقظة لبهية. شوف اللي هي شوف المرأة. اللي هي المرأة، اللي هي المرأة بالمعنى الإجمالي، المعنى المرأة المواطن، المرأة الأم، المرأة البنت، المرأة القاضي، المرأة المحامي، المرأة العاملة في المصنع، المرأة في العمالة غير المنظمة التي لم تأخذ حقها إلى الآن في مصر وليس لها ضمانات، المرأة كمواطن بكل حقوقها المتراكمة عبر تاريخها والتي لابد وأن تحصل عليها بعد ثورة عظيمة قامت في 25 يناير. الحركة دي بقالها قد ايه؟ الحركة دي ظهرت مباشرة بعد انتخابات مجلس الشعب. بعد انتخابات مجلس الشعب، وخصوصا ان مجلس الشعب دخل فيه كام مرأة؟ يقال 2% أو أقل من أعضائه. هو تقريبا ما تعداش 10 تقريبا، على ما اتذكر هم يعني. 9 تقريبا بالمعينات. تمام. وبناء عليه فكرت انك انت يبقى فيه بهية يا مصر. انتبهي أن بهية يا مصر شيء أساسي ومهم، ولا بد أن المجتمع ينتبه أن المرأة المصرية ليست ممثلة في أول برلمان بعد ثورة مجيدة، وهي المشارك. أنا بزعل لما بيقولوا المرأة المصرية شاركت في الثورة فكان المفروض أنها تاخد حاجة بعد ثورة. الموضوع مش كده خالص. مال المرأة المصرية مشارك في النضال وفي الحركة الوطنية المصرية منذ كتابة أبجديات التاريخ، أبجديات التاريخ الحضاري الإنساني. بمعنى إن أنت لما بتشوف حتشبسوت ملكة في مصر من أكتر من 7000 سنة، لازم تقف وتحترم هذه المرأة اللي هي النهاردة هي ذات المرأة المصرية. المرأة المصرية بتحمل تاريخ طويل على أكتافها لن يتم التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. وهنا حركة بهية مصر دي مش حركة نسوية ولا لا، يعني هي عابرة لهذا الموضوع بشكل أساسي. هي حركة شعبية بتخدم فكرة الانتماء والمواطنة، بمعنى ما تصنفنيش أنا مواطن مصري. فبهية مصر بتقول لا، المرأة الحملة الأولى بتاعتها، لا المرأة المصرية شخص مقدر ومهم ولها أن تكون ممثلة بشكل أساسي في برلمانها وفي جمعية عمل دستورها في المرحلة القادمة وفي كافة المجالات والتي لم يسمح لها بالتمثيل الحقيقي واللي يتناسب مع ثقلها ودورها في المراحل السابقة، وهذا خط لن يتم التراجع عنه. حلو. احنا كتير، اسمحي لي يا دكتورة، يعني كتير اسمي إيناس. دكتورة إيناس، معلش ضفتي برضو يعني. أهلا بك. طيب دكتورة او إيناس، دلوقتي انتوا هتعملوا ايه خطوات عشان توصلوا للهدف اللي انتوا يعني بتسموا اليه؟ يعني انت دلوقتي بهية يا مصر، يعني فهمتيني دلوقتي انه بتفكري المصريين وبتفكري مجلس الشعب وبتفكري القائمين على دولة جمهورية مصر العربية، انه بدون بهية اللي هي المرأة بتفكريهم لن تكون مصر بهية. لن تكون مصر بهية. عظيم. ايه بقى يعني؟ هو ما هو اكيد مش كلام بس، يعني هتعملوا ايه احنا عملنا ايه؟ او عملتوا ايه طيب من اول ما بقى في مجلس الشعب؟ بمجرد ما تكونت الحركة، وهي تكونت بفكرة والتقى عليها عدد من المهتمين، الحركة كمان زي ما اسمها كده بهية مصر، هي برضو قطعة، بمعنى ان ملهاش حد رئيس وما فيش حد عنده سلطات اكتر من التاني، وقطع بمعنى انها مخترقة الفئة العمرية، يعني فيها شابات ما تجاوزوش ال20 وفيها سيدات تخطوا اعمار كبيرة ممكن بس وفيها بقى، شباب. ممكن اقطعك كلامك بس، اتفضل. معلش انا اسف ان انا هقطعك. لا اتفضل. فيها منقبات؟
الحقيقة إن إحنا هنوصل لمنقبات، بمعنى إن هو الموضوع ده، هو ده أهم نقطة أنت بتسر، إنها قطعة للمجتمع المصري بتشكيلته، ايوه فيها محجبات طبعا تمام. في المرحلة الحالية، ويسعدني إن يكون فيها منقبات. هي عظيم حركة شعبية حلو. بتقول أنا مصرية، ها، وهي دي القصة بتاعت ما تصنفنيش، أنا ست، هبقى منقبة، هبقى محجبة، هبقى قبطية مسيحية، هبقى قبطية مسلمة، أنا مصرية. فالانتماء هنا هو الهدف الأكبر. خلاص، الحركة أول خطوة عملتها هي إنها قالت حق المرأة في الجمعية التأسيسية للدستور 50%. طبعا كلام صادم جدا، يعني انت اللي هو ايه، اول حاجة شوية ستات مجانين يعني يقولوا اللي هم عايزين يقولوه، وهو ده المطلوب، ان انت تكون صادم للمجتمع. لما بتكون صادم للمجتمع بتقوله راجع نفسك. الصدمة هنا بتخليك تتساءل 50% بناء على ايه بقى ان شاء الله. مثلا مثلا اقول له انا نص المجتمع، من حق ابقى 50% من لجنة الدستور مثلا. 50% بقى بناء على ايه بقى ان شاء الله؟ طب انا بديك 100 اسم، بسلمك 100 اسم لسيدة كفؤة بخبرات متنوعة بفئات عمرية متنوعة، قاطعة للوطن المصري، للإقليم المصري، من يمثل سيناء ومن يمثل النوبة ومن يمثل وجه بحري، يعني بكل الأشكال، في تخصصات متنوعة، كل منهن قادرة على المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور. كويس. وده تم ببيان، وتم تسليمه للبرلمان ضمن المقترحات اللي قدمت في الجمعية التأسيسية، اللي قدمت لمجلس الشعب وخد رقم في تاني يوم، فتح فيه باب الاقتراحات. إذن أنا هنا بعمل مبادرة بقول بيها بهي يا مصر، وادي الخطوة العملية اللي توازي مطلبي، ثم بنعمل 100 اسم جديدة. فأنا بقول لك 100 اسم هم، وبقول لك خد منهم 50%. سوف يكون الموضوع بشكل آخر هيتم تناوله، لكن أنا بقول لك إنه أنت تملك هذه القدرة البشرية. نعم. ليه تهمش؟ لماذا إهدار الطاقة البشرية ونحن نطمع في دولة أجمل، قمنا بثورة مجيدة من أجل حلم لن يتم اختزالنا في أي شكل ما، ولن يتم تراجعنا إلى الوراء، بمعنى إن مصر قادرة على إنها تكون دولة كبرى. المراحل الانتقالية نعلم خطورتها، ونعلم مدى الإشكاليات اللي بتتم فيها والحسابات، عظيم. لكن ده نرجو أو بندفع إنه ما يكونش على حساب طاقة أساسية في المجتمع المصري اسمها السيدة المصرية والمرأة المصرية التي تستحق. دكتورة إيناس، نعم يا فندم. خلي يعني صدرك رحب معايا كده، واسمع يعني ايه، خدي مني كده بالراحة اللي انا هقوله اتفضل. دلوقتي. حضرتك، انا في اثناء انتخابات مجلس الشعب ما كانش في حد في الكرة الارضية مش شايف طوابير الستات اللي كانوا واقفين عشان يضلوا باصواتهم في انتخابات مجلس الشعب. حقيقة وفي الاخر مين اللي فاز؟ الرجال الرجالة. عظيم. وبيقول لك ان مجلس الشعب ده هو المعبر عن مصر وعن شعب مصر. تمام. طب انتوا كنتوا فين؟ اقول لك بقى، وبرضو يبقى صدرك رحب. تصدق الموضوع ده في منتهى الأهمية، بمعنى انه خلينا نبص الأول خطوة، كيف قسمت الدوائر في مصر الانتخابية. يعني أنا مثلا أسكن في منطقة معينة في القاهرة، لقيت فجأة كده دخل معايا مناطق متعددة أخرى. التقسيمة الدوائر تفرز
تيار معين في النهاية. بمعنى لنفرض اننا دلوقتي احنا نعرف طول عمرنا الزمالك وقصر النيل دايرة، مش كده؟ دخل عليها موسكي وعابدين. لما الزمالك وقصر النيل وموسكي وعابدين جميلة اسماعيل كانت نازلة عنهم ما نجحتش، مع انه الحقيقة انها سيدة تستحق انها تكون ممثلة في مجلس الشعب، لكن الدايرة نفسها ما أفرزتش النتيجة اللي كان مفروض إنها تكون. تقسيم الدوائر ما كانش في صالح تمام، ده أول ده موضوع. واضح. نعلم نوع الدعاية الانتخابية اللي مورست ومررت خلال الفترة واللي استخدمت فيها دور العبادة، واستخدمت فيها ما لا يتوافق مع معايير شفافية معتمدة ونعرفها جميعا. تمام ده موضوع. موضوع بقى اللي بيجي على القائمة، وأنا عشان كده جبته في الآخر عشان نتكلم فيه. نحن في أي مرحلة؟ نحن في مرحلة جني ثمار 40 50 سنة فاتت، كويس. مرحلة جني الثمار لأي زرع اتزرع. اتزرع نوعين من الزرع، عظيم. زرع يدينا النتيجة اللي احنا عليها دلوقتي ويولد كراهية للأسف، اللي هو يا أنا يا ما فيش غيري، يعني اللي هو النموذج الوحدوي اللي عشنا فيه ده، يا أنا يا الآخر ده اللي بيطلع لنا. والزرع التاني هو عارف لما يقول لك ايه ده زرع يعني رباني، يعني بالمعنى اللي بنقوله انه ما حدش زرعه، هو نتيجة الفراغ، الفراغ الفكري والإنساني والتجريفي اللي حصل خلال على الأقل 20 سنة اللي فاتت. عظيم. بمعنى ما كانش فيه مؤسسة حقيقية على الأرض لا تبني كوادر ولا تملع عقول ولا تخلق جو يفرز بشكل أساسي مناخ يولد انتخابات حقيقية ويولد أسماء حقيقية. فإحنا الانتخابات تمت بمعايير الحلال والحرام، ونجرب دول يمكن يطلعوا أحسن من دول، وإنه هنا في مجموعة من الناس ولها كل التقدير والاحترام الحقيقة ارتضت إنها تلعب دور دولة متخاذلة لسنوات طويلة على الأرض، فكانت هي المستوصف وكانت هي الجمعية. فلما جه الدور الحقيقي إن أنا انتخبها، أنا نفسي لازم أروح انتخبها. حلو. طيب، ده الجزء اللي هو ايه قبل، او ده اللي حصل وده نتيجته دلوقتي. انا بتكلم دلوقتي، نسأل السؤال بطريقة تانية، اهدافكو الرئيسية للوصول لان الناس تاخد بالها من بهاية. بص، اللي احنا دلوقتي ما اكتشفنا او نعلم جميعا انه الاعلام هو اهم ما في الموضوع. عظيم. الاعلام للاسف في مصر لغايه، وانا بتكلم من التلفزيون المصري، لسه ما نحسي للمواطن على المستوى الفكري، على مستوى بناء المواطن المصري كقيمه فكريه. بنشتغل بفكرة الإعلام الشعبي، بمعنى إن بدل الحديث الطويل اللي أنا قاعدة وإنت نتكلم فيه، وإننا وانحزنا وذهبنا وجئنا والكلام ده، لا، أنا بعمل لك فيلم 3 دقايق، كويس. بقول لك إنه الست اللي شايلة الأنبوبة دي حقها كذا، أو الـ عدم دخول الكهرباء في المنطقة دي بيطلع النتيجة دي، أو إنه المجاري وعدم وجود شبكة صرف صحي ومية نظيفة في المكان ده تبعاته دي. إذا أنا بتكلم مع مواطن يلاقي نفسه جوه اللقطة، يلاقي نفسه جوه الصورة. لا أنا لست جمعية نسوية ولا لا ولا الكلام ده خالص. إحنا نعلن أننا إلى حد كبير فشلنا،
أو يعني كمجتمع كان مفروض أن يلعب دور آخر بالنسبة لبقية مجتمعه، فبنوصل لمرحلة وسطية. إيه المرحلة الوسطية؟ إن أنا يبقى عندي اللغة ويبقى عندي الصورة واستخدم التقنية الحديثة في الوصول للناس. الناس مش هتجيلي، وهناك بدائل، والبدائل أسهل. إحنا دايما المشكلة في مصر النهاردة محتاجين إيه؟ محتاجين إعمال عقل. لسنوات لم يعمل العقل، هو يقبل المسلمات. فالفكرة لما تيجي لمرة نفكر فيها، نحللها، نتعلم. ده محتاجين إصلاح إداري. يبقى أنا لازم أقول إنه ده تبعاته كذا. ها؟ طيب معلش دي الفكرة. انا هقطعك معلش تاني اتفضلي. دلوقتي دكتوره. انا فهمت انك انتوا ليكوا اهداف عظيمه جدا طبعا في المجتمع عموما، لكن انا دلوقتي بهيه انت اساسا بتقولي لي خلوا بالكم يا جماعه ان مصر مش هتبقى بهيه غير بالمراه، فالمفروض انك انتوا توجهكم للمراه بقى. فيعني لا، للمواطن. لأنه أنا لما بدي الرسالة، بدي الرسالة للمرأة وللرجل. أنا لما بقول للمصر، بقول للمصر بشموليتها، مش للمرأة فقط. المرأة بتشوف نفسها جوه الرسالة، ما المصيبة لكن ان الراجل، الرجل المصيبة ان الراجل بيقول الوقت اللي موجودين دلوقتي بيقول لك لا المرأة هتقعد بقى في البيت رب العيال، انما تشغلنا في الشغل والكلام ده لا. ودي نتيجة مجلس الشعب حضرتك دلوقتي. يعني انا قصدي انه الهدف دلوقتي انك انت المفروض ما تخاطبيش الراجل، انت المفروض تخاطبي الست المنقبة والمحجبة اللي جابوا في الاخر. وطبعا كل الاحترام للمحجبات والمنقبات، انما انا قصدي انه كم الكبير من الاتجاه الديني، اوكي، اللي هو افرز في الاخر انه الاغلبيه حزب الحريه والعداله والسلفيين. وفي نفس الوقت مش ده بس، في الاخر قال انا مكتفيه كمراه اللي انتخبت الناس دي ان انا اقعد في بيتنا، مش عايزه مراه تبقى ماسكه بوزيشن او ماسكه يعني شغل معين. فازاي انتوا بتوجهوا للرجاله؟ لا، انتوا المفروض توجهوا للستات. لا، هي دي الفكرة. الفكرة أنا رسالتي للمجتمع، رسالتي للمجتمع مش بس للست ومش بس للراجل. بمعنى الست أنا بقول لها أنت حقك هنا، حقك في ده. إحنا المشكلة الأساسية إن إحنا يا أشرف بجد بقى، إن المجتمع لا يعلم حقوقه، وبالتالي بيقبل بأي مستوى يقدم له. ده أو أي صحيح، فنمرة ده واحد صحيح. أنا بعرفها بحقوقها، نمرة اتنين بشوف تداعيات اختفائها على المجتمع شكلها ايه. وده عكس الرسالة اللي دلوقتي بيتم ايه يعني تعميمها كده بشكل أساسي على المجتمع. يعني أنا مثلا بسمع ايه، أصل الستات تقعد في البيوت عشان المواصلات تفضى. لما نحسن المواصلات بشكل أساسي زي الدول المحترمة، ويبقى عندنا شبكة مواصلات حقيقية تحترم فيها المرأة ويحترم فيها الرجل، بدل ما أقلص نص طاقة مصر البشرية ويعني أحبسها، ثم أحبس نص طاقتها البشرية، وأحبس الدولة في المفهوم الإقليمي، وأحبس الدولة في المفهوم الدولي. ده اللي حاصل. يعني محدش قادر يتخيل إن إحنا في الفترة القادمة بنعزل مصر بشكل أساسي. يعني إحنا بنتكلم على مكتسبات وغنائم وغلبة وكلام كله صغير بعد مرحلة. طب وأين بقى مصر وقيمتها؟ يعني احنا هنحطها طب هنحط الستات في البيوت ونلبسهم النقاب وبتاع، علشان اي نموذج بقى عايزين احنا بنطمح اليه؟ يعني اي دولة هي النموذج بتاعنا اللي احنا رايحين له؟ بحالة مصر الاقتصادية الحالية، بالتوازنات الدولية، بكل المعايير المطروحة قدامنا دي. فانت لما تقولي لا انت بتوجهي للمرأة، انا بوجه للمرأة، بقول لها لا انت حقك ان تكوني شخص فاعل في مجتمعك، وان تقودي هذا المجتمع بشكل كتف بكتف مع الراجل المصري، لان ده تاريخك كله بيقول كده. وما تتنازليش عن حقك في التاريخ بمكونك الحضاري والديني
وده موضوع مهم جدا. يعني انا امبارح كنت مع شيخ من شيوخنا المهمين يعني، وتطرقنا لحديث، وهو وصل قلت له انا اريد ان نصل الى وضعية المرأة في الإسلام السلفي الحقيقي، الوضعية التي كانت عليها السيدة عائشة مثلا، أو الوضعية الاقتصادية التي كانت عليها السيدة خديجة من 1500 سنة، أو وضعية السيدة نفيسة في التشريع. والمرأة المسلمة من 1500 سنة اللي استطاعت أنها تتبوأ هذه الأماكن المقدرة العظيمة، ولو كان كتب لها 1500 سنة من التطور الحضاري الطبيعي، أعتقد أن المرأة المسلمة كانت هتكون في مكان تاني خالص. يعني أكيد كانت المرأة المسلمة ستكون أكبر عالمة ذرة في العالم إذا كان من 1500 سنة كانت في هذا الوضع. يا ريت يا ريت، لكن أخلق نموذج مش حقيقي وأقول هذا هو الدين، لا، ديننا دين رحب ودين عميق، ومش بالبساطة، والموضوع مش بالبساطة اللي بيطرح بيها دي. لو كان بهذا بالبساطة دي ما كانش المسلمين من القرن السابع للقرن الـ14 لعبوا هذا الدور الهام في نهضة أوروبا من شرقها إلى غربها. لما نعرف النهاردة، لما تيجي ندرس الموضوع ده وتشوف مثلا ان الموسيقى، علم الموسيقى دخل اوروبا عن طريق المسلمين، ده الاسلام ده يعني شيء متطور جدا. ده احنا لنا ان نكون، لكن احنا عايزين هذا النوع من الاسلام. طيب دكتور، عشان وقتي تقريبا خلاص، هيقولوا لي حالا ان اليوم خلص. النهاردة في وقفة احتجاجية أو وقفة هتسميها إيه؟ هي وقفة تضامن مع سميرة إبراهيم أمام دار القضاء العالي. النهاردة المرأة المصرية مش بتحتفل زي كل سنة. إحنا لغينا الاحتفال بقرار جماعي، وقلنا إنه الموقف الحالي يستحق التضامن، ان احنا نقول انه هذه المناضلة لها حق، والحق لن يسقط، ونحن معها جميعا. والحقيقة اللي انا لازم اكد عليه واعتبره موضوع في غاية الأهمية، احترامي وتقديري لرجال مصر في مساندتهم، مش بس لقضية سميرة وهي تاخد رمزية كبيرة في الحقيقة، لكن لحقوق المرأة المصرية. يعني أنا يوم 8 مارس عدد من الرموز والرجال الذين أقدرهم كثيرا كانوا رفقاء المسيرة من أولها لغاية ما وصلنا للبرلمان، مؤكدين على أن المرأة المصرية لن تتنازل عن ما حصلت عليه من حركة النضال الوطني المصري، ولم يكن مكتسبا من نظام أو من حاكم. كل ما حصلت عليه المرأة المصرية خلال القرن الأخير هو نتيجة لتضامن جهود أطراف كتيرة في المجتمع ده لكي تحصل هذه المرأة. المرأة في مصر تعاني من الميلاد حتى الممات بغض النظر عن مستواها الاجتماعي، فما بالك بالمرأة الفقيرة في مصر. احنا عايزين للمرأة في مصر وللمواطن في مصر مزيد من الحقوق وليس انتقاص. دكتورة إيناس مكاوي، مؤسسة حركة بهية يا مصر، نورتينا يا فندم. أهلا بيك. شكرا لحضرتك، وأنا مصمم برضو أنه كنتوا تركزوا على المرأة مش الراجل، لأنه المرأة هي الأم اللي هتعلم الطفل اللي هيبقى راجل، هي الزوجة اللي ممكن توجه أو تدي ملاحظات للزوج لما يكون متطرف، وهي الأخت اللي هتخاف على أخوها لما يكون بياخد قرارات غلط لبلده. فالمرأة طبعا 100% مهمة جدا، لكن انتوا كحركة بقى يا ريت تركزوا على الستات، ما تركزوش على الرجالة. لا احنا مركزين على على الستات في الرسالة، لكن من سيقبل هذا مهمة برضو. ان شاء الله انت رسالتك لازم تبقى اللي هي من الاخر، ما تصنفنيش يعني. ما تصنفنيش. انا مصري ما تصنفنيش.
وانا من نهارك سعيد، بقول لكم نهاركم دايما سعيد، وارجو فعلا زي ما قالت الدكتوره ما نصنفش بعض ولا دينيا ولا عرقيا ولا لونا ولا اي حاجه. نهاركم سعيد.